تقوم المنظمات بجميع أشكالها بوضع خطط للمستقبل، وهذه الخطط تتكون من إما خطط تشغيلية على المستوى اليومي والشهري، أو خطط تكتيكية لمدة سنة كاملة، أو خطط استراتيجية تستغرق سنوات عديدة من 3 أو 5 أو حتى 10 سنوات. ويتمثل التخطيط الاستراتيجي في وضع الغايات والأهداف التي تحقق استراتيجيات الجامعة للنمو والتوسع والتطوير والتجديد، والقصد من ورائها أن تقدم لطلابها وللمجتمع خدمات متميزة تتمشى مع المعايير العالمية وتلبي حاجات سوق العمل وتجعل الجامعة في مقدمة مؤسسات التعليم العالي. تتخذ الجامعة الليبية الدولية منذ نشأتها المنهاج العلمي المبني على الأدلة والبراهين في اتخاذ قراراتها وبناء استراتيجياتها وسياساتها، ومنها استراتيجية الجامعة الطموحة للأعوام 2024-2030. لهذا ارتأت الجامعة ضرورة إقحام أصحاب المصلحة في إبداء الرأي والمشورة في خطوات إعداد الاستراتيجية، ومنها الرؤية والرسالة والأهداف. صنفت المناهج أصحاب المصلحة بأشكال مختلفة. اعتمدت الجامعة تصنيف أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، ولذلك ولوعينا التام بالتأثير الأساسي لهم أي لأصحاب المصلحة في استراتيجية الجامعة وتحقيق أهدافها، كما نضع في اهتمامنا أولويات ومتطلبات وتوقعات أصحاب المصلحة لا بد من معرفتها والوقوف عليها وصياغة الأهداف والتدابير اللازمة للتعامل معها. ندعوكم جميعا للمشاركة الإيجابية معنا، لأن هذه الاستراتيجية هي استراتيجيتكم. تكون المشاركة من خلال الرابط المرفق مع هذا الفيديو. الرابط يتضمن نموذج للتقييم وإبداء الرأي والملاحظات. بمجرد النقر على الرابط يتم الدخول عليه. يتم اختيار الصفة مع الجامعة إذا كان طالب، عضو هيئة التدريس، موظف وهكذا. يشمل النموذج أهم مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة، قيم ومبادئ والغايات الاستراتيجية. بمجرد النقر على الرابط يتم الدخول عليه. يتم اختيار الصفة مع الجامعة، طالب، موظف، عضو هيئة التدريس وهكذا. النموذج يشمل أهم مكونات الخطة الاستراتيجية: رؤية الجامعة، الرسالة، القيم والمبادئ والغايات الاستراتيجية. يتم عرض نص كل المكونات بداية من الرؤية والتقييم وفقاً للأسئلة، إضافة إلى سؤال لمشاركتنا الآراء والمقترحات بالخصوص. رسالة الجامعة، يتم عرض النص والتقييم إضافة إلى الأسئلة الخاصة بالمقترحات والآراء. قيم ومبادئ الجامعة، الأسئلة الخاصة، تقييم والآراء والمقترحات.
غاية الجامعة بنفس السياق، تقييم وسؤال للآراء والمقترحات. الجزء الثاني من التقييم يتضمن بعض الأسئلة الخاصة عن تقييم مدى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الجامعة من حيث التعليم والتعلم وخدمة المجتمع والبحث العلمي، إضافة إلى تقييم مدى حاجة السوق للبرامج التي تقدمها الجامعة، وبعض الأسئلة التي تتضمن أهم التخصصات التي يحتاجها المجتمع في الفترة القادمة من 24 إلى 2030، ومشاركتنا من وجهة نظرك أهم نقاط القوة ونقاط الضعف داخل مجتمع الجامعة الليبية الدولية، أيضاً من وجهة النظر ما هي الفرص والتهديدات الخارجية للجامعة. وهكذا نهاية التقييم. شكراً.